من الامور اللي مهمه طبعا ان مستر بيتسو موسيماني فضل ده مستر ميشيل يانكون طبعا الروح مهمه من مستر ميشيل مستر ميشيل يعني احسن حد يقول صباح الفل صباح الفل صباح الفل مستر ميشيل خلاص بيتكلم دلوقتي اللهجه المصريه يعني بيكلمنا يقول لنا انت ساكن فين صباح الفل مساء الفل يعني خلاص يعني بيقول لنا انا بتعامل من المصريين ان انا كريستيانو يعني انا دي روح مهمه جدا ويا زميل احمد المواقف دي والروح دي هي اللي بتجيب الوقفه حقيقي على منصه حقيقي التتويج صحيح وهي اللي بتجيب البطولات صحيح انا عايز اقول لك فاروق انه الجمهور بقى بيحس بالذات ميشيل يانكون يعني انه بقى واحد مننا خلاص يعني في ناس بتيجي النادي الاهلي طبعا انا عارف لغه الاحتراف وعارف ان الناس بالذات العقليات الاوروبيه ما عندهاش فكره الارتباط العاطفي لكن ده ما حسيناهوش مع ميشيل يانكون وبقينا حاسين ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي واضح انه في جزء مرتبط بالاخلاص والانتماء الموضوع مش موضوع شغل او احتراف فقط لا غير خليني اقول لك يا زميلي احمد يعني انا اتكلم على النادي الاهلي لكن اتكلم على الوطن الاكبر مصر يعني عايز اقول لك ارتباط بمصر مين ما يحبش مصر ومين ما يحبش الاجواء في مصر أيوة. ويعني انت عارف القلب دايما بيتعلق بمصر أيوة. ميشيل يانكون من الامور المهمه جدا بالارتباط بمصر علم اسرته او هو بيتعلم كمان اللغه المصريه قراءه وكتابه ودي من النقاط المهمه طيب عايز